السعودية شاهد بالفيديو سيول قوية تداهم أحياء سكنية وتجرف السيارات وتغمر الشوارع في المدينة المنورة الآن. تشهد المدينة المنورة مساء اليوم الجمعة سيولا قوية تسببت في جرف السيارات وإيقاف حركة المرور في عدة مناطق. والمياه لا تزال تقمر الشوارع مما أدى إلى أحداث أضرار كبيرة. الشوارع الآن متوقفة تماما في المدينة المنورة. اليوم الجمعة 26 صفر 1446. وفي هذا السياق دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر في المملكة وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات. لا تعبر السيارات، لا إله إلا الله. المدينة منورة الآن. كما أكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وينصح المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة. نحن نتمنى السلامة للجميع. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.